اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطي، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من أوليائك ومن خلص عبادك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله شافعا لنا في قبورنا وفي حشرنا، يا رحيم يا غفور يا ودود. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم وسع ونور عليهم قبورهم. اللهم انزل على قبورهم من فضلك ورحمتك وبركاتك. اللهم انقلهم من الشقاء إلى السعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من المصطفين من عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم، يا رحيم يا رحمن يا ودود يا غفور. اللهم أجب دعاءنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك طول العمر وصلاح العمل. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة كثيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا لسان صدق عليا، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم المحن والفتن يا قوي يا عزيز. اللهم وحد كلمتهم على الحق والتوحيد والهدى يا كبير يا ملك يا عظيم. اللهم اصرف عنهم شر شرارهم ومكر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر وثبت وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك.
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم ثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم وقوِّ عزائمهم وأدِر دوائر السوء على عدوك وعدوهم، اللهم ألقِ الرعب في قلوب أعدائهم وفرِّق وشتِّت شملهم يا قوي يا عزيز يا عظيم، اللهم وفِّق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم حرِّم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.